ضروري قوي إنك تكون بتتكلم لغة اللي قدامك فاهمها. نفسك تكون مذيع؟ بتخاف؟ أكيد بتخاف. مش صعب دلوقتي، الفجوة زمنية، الفرصة جات لغاية عندك. أحلامنا أبسط من كده بكتير. بومو أف أم بالتعاون مع قناة النهار الجديد هتحقق لك حلمك. أنا سامر سعد جاي النهاردة أكسر لك المعتقد ده. للتفاصيل أكتر اتواصل معانا على صفحتنا الرسمية. شغل الفوز أو زي ما بيقولوا عليها كنيسة الجمال، كله بيقول لا. الضحك في بيئة العمل أو سفن فصل الحداد في المحيط الأطلنطي. هل يا ترى أسامة وإبراهيم الضغط عليهم الفترة دي هيبقى عالي شوية؟ بومو أف أم بوابتك لحلمك. اتسألت من فترة ليه الناس شايفاني جاف مع اني جوايا طاقة حب ومشاعر وحنية كبيرة قوي؟ هي ليه الناس شايفاني ما بعرفش احب او بيتهموني ان انا جاف او ان انا حتى ما بحبهمش مع ان ده مش حقيقي؟ طبعا انا هنا بتكلم عن الناس اللي تفرق لي، اللي نظرتهم ليا بتتعبني واللي دايما عايزهم يشوفوني بشكلي الحقيقي. بضطر طول الوقت أبرر وأشرح وأعمل حاجات أنا لا حابب أعملها ولا مضطر إن أنا أعملها. هو يا جماعة اللي بيحب حد لازم يفضل طول النهار والليل يقوله إنه بيحبه؟ لا طبعا مش لازم، بس اللي لازم إنك تتكلم لغة التانيين قادرين يفهموها، اللغة اللي بيفهموا بيها المشاعر وحب اللي قدامه. في واحد كان بيعاني نفس معاناتك دي كده تقريبا، اسمه جاري شابمان، بس في بلاد بعيدة شوية. جاري ده بقى قالك ايه؟ قالك ان الحب كمان ليه لغات، ليه 5 لغات، كل واحد بيتكلم باللغة اللي تخصه واللغة اللي هو بيعرف يجدها ويتكلمها كويس قوي ويعبر بيها عن نفسه في أحسن صورة. اللغة الأولى هي لغة الكلام الحلو، طبعا باينة قوي ومفسرة نفسها. النوع ده من الناس بيكون كده زي ما بنقول عليه sweet talker، بيعرف يتكلم حلو وبيعبر عن حبه بالكلام الحلو، وبرضه بيحب الناس تحبه بنفس الطريقة إنهم يقولوله كلام حلو. كلام الحلو ده بقى بيشمل المجاملة، الغزل، التشجيع، الإطراء. وعلى فكرة قبل ما نكمل في بقية اللغات، أنا ما بقصدش هنا بس الحب اللي بين الراجل والست، أنا بقصد هنا أي حد بيحب أي حد، بعيداً عن العلاقة الشهيرة اللي لازم تكون حب بين راجل وست. اللغة التانية بقى هي لغة الأفعال. النوع ده هو اللي بيحب دايماً يعبر عن حبه بالأفعال مش بالكلام، ودايماً بيحب الناس اللي قدامه تعبر له برضو عن حبها بالأفعال مش بالكلام، اللي احنا بنقول عليهم كده رجال أفعال لا أقوال. وهو حقيقي النوع ده بينتمي ليه معظم الرجالة، ودايماً الشخصيات اللي بتحب اللغة دي من الحب بتكون شخصيات عملية، وممكن تكون ما بتعرفش تتكلم كلام حلو، فدايماً بيحسوا إن اللغة اللي هم قادرين يتكلموها كويس ويعبروا فيها عن مشاعرهم هي لغة الأفعال. النوع ده ممكن لو تعبت ينزل يوديك للدكتور وينزل ياخدك المستشفى، وممكن كمان يبات معاك 2 3 أيام ما عندهوش أي حاجة يعملها غير إنه بس ياخد باله منك. لكن ممكن مثلاً ينسى يقولك ألف سلام عليك، أو أنا كنت هموت من القلق عليك، أو قد إيه أنا كنت خايف عليك، أو خايف تكون بتتقلق. النوع الثالث بقى بيعبر عن حبه أو اللغة اللي بيتكلمها في الحب هي لغة الوقت الجيد، أو اللي إحنا كلنا بنقول عليه الكواليتي تايم. النوع ده أغلب الناس اللي بتستمتع بيه بيكونوا الأبناء أو الأطفال بصفة عامة، دايما بيتبسطوا قوي لما تخصص لهم وقت وتقضيه معاهم، بس يكون كواليتي تايم. يعني إيه؟ يعني وقت أنا مش مشغول فيه بأي حاجة تانية عنهم، وقت بتاعهم لوحدهم. لما يكون عندك حد بتحبه وهو بيحبك وتكون بتتكلم لغة الحب اللي هي الكواليتي تايم، فلما تروح له وتقول له إن أنت مفضي له نفسك وإنك ما وراكش أي حاجة هتاخدك منه، أو إن أنت هتقعد معاه وقت ليه بس، هتكون علامة صادقة على حبك بالنسبة له لا تحتمل الشك. النوع الرابع بقى نوع مشهور قوي من لغات الحب، نوع الناس كلها بتتبسط بيه، نوع اسمه لغة الهدايا. هو إنك تعبر للناس اللي انت بتحبهم عن حبك ليهم بهدية، أو انت كمان تحب الناس تعبر عن حبها ليك برضو بهدية. بس على فكرة
مش صح إن كل الناس بتفضل النوع ده أو النوع ده هو البست بالنسبة لهم. محدش ممكن يتضايق لما حد يجيب له هدية، بس ممكن ما يكونش هو ده أفضل حاجة بالنسبة له. مثلاً الناس اللي بتفضل الكواليتي تايم ممكن تفضل إن أنت تقضي معاها وقت معين ليهم لوحدهم عن إن أنت تجيب لهم هدية. الخوف بقى في النوع ده بيكون إنه الناس بتفتكر إنه النوع ده مكلف قوي بالنسبة لي، اللي بيتكلم لغة الحب بتاعت الهدايا دي لازم يكون طول الوقت بيصرف علشان يجيب هدايا. مش حقيقي، الناس اللي بتحب النوع ده من لغة الحب ما بيفرقش معاهم قوي قيمة الهدية، بيفرق معاهم إن أنت فكرت فيهم وجبت لهم حاجة تبسطهم وتفرحهم. فلو أنا محتاجة حاجة قليلة قوي أو ممكن تكون مش غالية قوي وإنت فكرت فيها وجبتها لي، هتبسطني أكتر بكتير من إنك تجيب لي هدية غالية لكن أنا مش محتاجاها، لأني هحس إن دي علامة على قربك مني وعلى فهمك ليا وإنك عارف إيه اللي بيبسطني وحابب تعمله. لغة الهدايا دي بقى فيها حاجة غريبة شوية، إنه اللي بيعملها ممكن يكون أسعد من اللي بيستقبلها. يعني اللي بيجيب الهدية حقيقي لو هو بيحب اللغة دي من لغات الحب بيكون أسعد بكتير من اللي جياله الهدية، بيكون حاسس بسعادة كده في المجهود اللي بيعمله وهو بيختار الهدية وهو شايف فرحة اللي هو جايبها له. دي لوحدها ممكن تكون عنده كافية جدا إنه يعرف إن اللغة دي هي أنسب لغة من لغات الحب بالنسبة له. النوع الخامس بقى والأخير هو لغة اللمس. الشخص اللي بيعبر عن حبه باللمس أو اللي احنا بنقول عليه physical touch person، يعني ممكن مثلا ترجع البيت تلاقي ولادك واحد منهم بس بيجري عليك بيحضنك بيفضل متشعبط فيك وبيطلب منك طول الوقت انك تكون جنبه، تقعد جنبه، تحضنه، تنام جنبه. لكن ممكن تلاقي ابنك التاني ما بيعملش كده، ولو انت رحت وحضنته مش هتحس بالأثر الكبير قوي اللي بيفرحه زي ابنك الأولاني اللي حكينا عنه، مع انهم اكيد بيحبوك بنفس الدرجه، لكن الاولاني بيتكلم لغه الفيزيكال تاتش او لغه اللمس، والتاني ممكن يكون عنده اي لغه تانية بيحب يتكلمها علشان يعبر عن حبه او يستنى الناس تعبر له بيها عن حبهم ليه. تفتكر بقى ليه جاري شابمان تعب نفسه كل التعب ده وقعد يصنف لنا لغات الحب وعمل كتابه الشهير The Five Languages of Love؟ وتفتكر برضو ليه الناس راحت اشترت الكتاب ده وحقق اكبر مبيعات على سنين طويلة قوي؟ أنا أقول لك ليه؟ لأن حقيقي إحنا كلنا محتاجين نعرف الناس اللي حوالينا اللي يهمونا اللي بنحبهم وبيحبونا بيتكلموا بأنهي لغة، علشان إحنا الاتنين نكون على نفس اللاين ويكون في بيننا فهم متبادل وكل واحد منا عارف التاني بيتصرف ليه وإزاي. هو أنت لو جبت واحد ألماني وواحد فرنساوي وقعدوا الاتنين مع بعض وهما الاتنين أشخاص هايلة، تفتكر هيفهموا بعض؟ تفتكر هيقدروا يحكموا على بعض؟ هيفهموا نوايا بعض أو التصرفات دي هدفها إيه؟ طبعاً لا، مش هيقدروا يعملوا ده إلا لما هما الاتنين يتكلموا لغة واحدة ولتكن اللغة الإنجليزية. هو ده اللي جاري شابمان كان بيحاول يعمله، يدربنا إن إحنا ممكن نتكلم لغة من لغات الحب اللي إحنا مش عارفينها، وإنه كمان الطرف التاني يتكلم معنا نفس اللغة عشان نضمن إن إحنا الاتنين فاهمين بعض ومحدش بيتهم التاني أو بيديله فلاجز. لو جربت ترسم التقسيمة دي في دماغك وتفكر فيها طول الوقت وتحاول تحط الناس في كل كاتيجوري مناسبة لكل شخص في حياتك، يمكن تحس إن ده متعب شوية في الأول، لكن بعد كده هتلاقي نفسك بتعمل ده أوتوماتيكلي، وممكن كمان ما تعملش أي مجهود علشان ده يحصل. هتلاقي نفسك من تصرفات صغيرة بتعرف تحط ليبل على كل حد في حياتك هو بيتكلم أنهي لغة وبيحب يسمع أنهي لغة. الكلام ده هيوفر عليك حاجات كتير قوي، هيوفر عليك تبريرات، هيوفر عليك شرح، هيوفر عليك أسئلة. يا ترى هم فهمني؟ يا ترى أنا فهمهم صح؟ يا ترى هم راضيين باللي أنا بعمله؟ يا ترى هم مبسوطين بأفعالي؟ يا ترى يا ترى يا ترى. أسئلة كتير قوي ممكن نكون ما كناش بنعرف إجابتها بالطريقة الصح اللي تساعدنا دايماً إن علاقاتنا دايماً تتقدم لقدام، وما توقفش عند أي حاجة ممكن يكون السبب فيها إن إحنا بس مش فاهمين الطرف التاني. ضروري قوي إنك تكون بتتكلم لغة اللي قدامك فاهمها. الحلقة الجاية حكاية جديدة من على نفس الشيزلونج. هذا البرنامج يأتيكم برعاية بومو ميديا.